يا بطلع شير كل ريحه لوالو دوك ادري كيطيحوا دغيا. كان فيه الخدمه امتحان كان فيه الخدمه كان طويل كان طويل ولكن لا فيريتي وعلى غبر تصاب اه كانوا عندي لي زيكزام خيالك واش باغي نسقط لا صاد. المهم جينا لكم اليوم بفيديو جديد شنو هو نشوفوا اصحاب الباك كيفاش دوز ولا نبداو نشوف شي لايك كومونتير بارطاجي لي الفيديو مع شريانك ليتس جو راه مريض وحق راه ديروا لايك الصاد. واللي ما حبنا حاطه لنا استاذ زوين اش غنديروا واش حنا غنخدموا ولا نبقاو نشوفوا في الاستاذ استاذ زوين تايحمق ما عرفتش واش نكتب ولا نكتب هو انت معايا نقلات ولكن استاذ فاش خدات لها النقله كلات النقله حتى تفما كلاتها مسكين دوك اللي نقلوا الله يطلق صراحهم يعاود لهم ان شاء الله العام الجاي ماشي مشكل يعني ندوزنا امتحان مزيان ان شاء الله نجيبوا العام الجاي مزيان شكرا بزاف. هذا الاصدقاء بنت لي حافظه الشيء هذا اللي تقول فيك شتا ما حافظه الباك فغادي وديك صاحب شكل اللي واكله ما كلاش الزبيب كون كل الزبيب كانت غادي تمشي تحفظ براج ولا غادي تجيب مزيان. هاد البنت هادي زوانيه تتشوف الاستاذ والله الا ما هاد الجيل ديال الباك الجديد هذا راه لا يمكن الصح. خبركم واحد الحاجه كاين اللي تيمشي للمدارس غير باش يدير ماكرو طواطوا ما عنده لا باك لا والو عزيز عليها الماكرو هادي حيد 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 عليا الصح بقايش تد الماكرو براج ولا شتي هادو الوالدين كيشوفوا هاد الفيديو هذا يتقلقوا هما محفظينكم ساكن وعام كامل وهما تينوضوا فيك مع الثمانية قراي وتيوجدوا ليك الفطور وفي الاخر غادا تشوفي في استاذ والله الا مشات الحشمه ما بقات لها عفه اصدقاء حيد عليه. عطاونا الدجاج واش انا الطيابه واش انا الطيابه نعرف ولا كروازيه قول لي بيني وبين الواليده كل شيء تادي وسي بلاص صراحه لونجلي شويه فيها حفاظه بزاف ما نقلناش من 2016 وانا كنبريباري للباك. دابا شوف دابا دور عينك اللي مع سرما هادو غيحفظ شوف وحق ربي اصدقاء انا كنت غالي بلاك كنت مع شر مع واحد اصدقاء ماشي في الباك كاتريام والسيزيام سقطتهم بجوج بعدت على بنادم ما بقيتش مع شر مع في ديك كاتريام والسيزيام طلعت للباك وانا نجح سبحان الله الصاد. شوفوا اللي عنده شي اصدقاء غادي هناك يبقى يقول له يلا نعسره وكذا يقلب عليهم الصاد الا بغيتي تنجح ما بغيتيش تنجح خلاص قفيهم يبقاو يعاودوا كتقرا مع وليداتك باك يتلاقاك الصاد في الباك غادي يقعدوا معاك اش من باك ولدك فين الوالد واش ما باغيش تنجح فينا الباك طلعنا لافاك زيرو افاق اللي بصح بالله درت لافاك اصدقاء زيرو افاق في الاخر درت واحد المدرسه د اوديو فيزيوال غامر تستط في ليزات نحطهم الصات نبقى لاك. المهم مزيان فهمتي حسن من والو حيت لافاك الا ما تمشيش لافاك غادي تقرا ديال بصح دير بحالك ديك الدراقات وغادي تبقى تحفظ 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 وتدوز امتحانات راك ما غادي دير والو في لافاك انا كنحفظ من الصيف ديال داك العام حفظت ليكونومي كامله في شهر 9 الثالث تربيه اسلاميه لا حول ولا قوه الا بالله العظيم شتي الجواز اللي كان كيتحط بحال هكذا الله ينعم واش الجواز الثمن اللي جاني صعيب كاع عطاونا واحد مليح من الطياره وقال لك حسب لي السرعه باش هو طايح كي غنديروا حنا شي غادي نحاسبوا مازال عطاونا شي واحد جاي على شي 56 شي سوينك قد نحسبوا ليه السرعه باش زي ما واحد طايح من الطياره داكشي خلي الملك الموت واللي غادي يحسب ليه السرعه ديالو حق ربنا علاش تقوم تعطي هذوك الاسئله ديال احسب المسافه ما بين الارض وكذا صعيب داكشي انا جيت نسمع به وتيجيني صعيب خبركم اصدقاء نقول لكم واحد الاعتراف بيني وبينكم انا يا عمليه زائد مش نعرف لا الماط العدو ديالي انا والماط ما يمكنش لا يمكن وي هاد العمليه ديال القاسمه هاد كتجيني بحال شي بحال قالوا لك هكا دلاحه وحلها بيديك تكون حيدوه برجل اصلا ليش هاد الماط ليش تينفع العمليه ليش اينشتاين اللي يخد فيك الحق اصلا كنت انا ادبي ما سوقعش في صحاب الماط عطاوهم الماط مش حق الصراحه في الصباح كان فيه الخدمه امتحان كان فيه الخدمه كان طويل كان طويل ولكن لا فيغيتي كيفاش كان طويل ويت تعاملوا معنا شويه خلاو بنادم بالي يفرق من الصحاب كان خصك تخدم وكان طويل الامتحان فيه دي بياس بياس من هنا بياس من لهي الصراحه الا ما خدمتيش ما غاديش تجاوب على داك الامتحان وما كيتقاداش تخليني نهضر واش كاين هذا بنادم هذا كريزي مان صراحه الفيلم الامتحان راه ما كيتقاداش المهم في العشيه الصراحه لونجلي انا الصراحه ما عنديش بزاف مع لونجلي ولكن ثقت في الله ثقت في في القدرات ديالي الدود اللي فيها لا اللي ما حبنا الله يعطيها شي وحده بحال هذه بيس من هنا بيس من لهي شي صاحبه بحال هذه اصلا تبقى تفعل فراسو
انا دوم انا ما يمكنش لي نصاحب مع شي بنت بحال هكا امبوسيبل امبوسيبل يمشي معاها في الطريق ما يمكنش تخي معايا صاحب مع شي بنت تدوي بحال هكا زيد غزات قد تكون ضعيفه ولكن غلا غلا راه ماشي هكا تيدويو البنات كاينه انوثه هاي الانوثه هنايا وهادي عندها الانوثه فهمتي طالع اصلا الانوثه فاتش دوك البنات اللي مبنتين شويه تيدويو عادي بزاف وبزاف ولا قراطه شويه علينا المهم رقن قالنا لا ما لقناهاش خدمنا خدمنا جبنا واحد ضامن واحد 11 النقطه ديالي الحمد لله هي ديما علينا المهم رقن لا هذا باين باش الضوء عطاه شي سلخه على وديك لك اخويا انا بان لي ثاني ولكن حشي ضروري يا شيري انا راه بان لي فهمتي عند الدريات دغيا شي تخفوا دغيا سبحان الله يا بطل شيري كاين لا ريحه لا والو دورك الدريات صاحبي كيطيحوا دغيا والله ما نكذب عليك يلا فهمتي ها شي دريات يطيح المهم بصله تنفع يا لك اخويا انا ما تفاجئوا علينا اصحاب الباكي يا ربي لما بقاو يديروا باك كل نهار كل نهار باك اجي فيهم الصراحه لا لا كل شهر والله كل شهر هذا كيفكر البنات خاصها كثر ماشي يفكر الوطن هذا هو صاحب الحسنات دابا هما كاينين صحاب الحسنات بزاف هذا جمعهم كاملين هذا هو صحاب الحسنات فيه بزاف هذا تا رجول انت با رجول فهمتي جاي ما حافظش على الاقل جاي بصله فهمتي على الاقل هذا يقدم شي حاجه في داك النهار فهمتي يدير زوين نعز لا رجول ونقل كلش نقل دالة مرسومة كلش قالك من نقل انتقالة ومن اعتمد على نفسه بقية في قسمه شوفي تهني راه بجوجكم تلاقاو في لافاك هادي هادي مجتهدة هادي الصدقة فيها الحال علاش هيك بنادم نقل هادشي جا الامتحان ساهل تخيل معايا الصوت هادي طلعات مثلا ونجحات وخدات الماستر ولا شي لعبة وولات أستاذة الله يمين نقل شي واحد طلع هاكدا الصوت تفكر النار هذا اللي داز عليها وبنادم شي نقل والله يمين نقل شي واحد بحال وحدة كانت حضرتني في سيزيام لابسة نظارة كحل أنا نعاود لكم واحد ستوري تايم هاك الله ينقص من هادو من هاد النوع باغا جولو ما مجتهدين تيحفظو ولكن الله ينقص منو ما ساطر عاهي تينكسوها على بنادم يا ناقلين كاملين يا ما نقلتش شي واحد نقول لك صراحه انا راه دوزت الامتحان ولكن ما مسلكش داك الامتحان دوز في شي تمارين انا شي تمارين ماشي كلشي راه في شي تمارين ماشي كلشي دوزت التمرين الاول الثاني وانا نزلك في الثالث والرابع والخامس استاذ السابع واش ما قدرت يقرا 3 سنين في الثانويه بزاف بغينا نشدو حنا على الباك ولكن ما تيعاونوناش حنا بغيناها شوي يديروا التمارين شويه ماشي كلشي صعيب لا لا الثاني هذا يعني تقلب معي القهوه اودي القرايه عندي الصعوبه كاينه في القرايه صراحه والله الا كاينه في القرايه بالله في المغرب بعدا والله الا كاينه ما ساعدوناش سير اش من كاين الصعوبه الصاد شوف كاين معادله تحفظ تنجح ما تحفظش تنجح حتى بايله في وجهك صار بحالي ما تحفظ ما عندكش القدره على انك تحفظ الدرس دابا نقولك انت شنو شي طرالك الصاد انت هي دابا شي تعاونكم مثلا 14 درس شي معايات انت هي تبغي تحفظ داك الدرس تشد الورقه قدامك تحفظ السطر الاول الثاني شويه تبقى تفكر الدرس اللي جاي تسد الكتاب تحطو تمشي للقهوه طارق هو سهل صراحة لا أي لا بريباريتي ولا ما بريباريتي بلا بريباريتي راه دي ديرتي عاز أنا درت ليه ليا درتو والكمال الله معلش أولا يعني أنني ما درتو هذا سنان نقول لك ما درتو والو السبب هو أنني ما بريباريتي داك الميكانيكو شحال من المواد اللي ما جاوبتش عليهم ما عرفت المادة اللي عندك داكشي اللي كاين صافي أنت صوت شامخ انت شامخ انت هي بعدا خصهم يديروا معاك واحد الزوين ما دار في العالم شنو هو هذا الزوين خصهم ينجحوك واخا ما خدمتيش واخا تسقط خصهم يقول لهم هذاك الولد جيبوا لنا نجحوا طلعوا الله فاك الصاط راه بزاف حيت انت هي يزيدوك واحد العامين تسقط فيها غتولي ضرب اساتذه ودك حارس العام حتى داك الحارس اللي في الباب غتولي تصلخ خلاص هو دخل اذا عطلت يقول لك ما تدخلش انت يا صدى تقول له ايه ها يقول لك زيد صافي دخل صدقائك كنسى الفيديو اليوم
تنتمنى ولا صحاب الباك كاملين النجاح باغا جول فرحه الباك مليها مثيل حيت بعض ما غاتش بنادم تيسقط وتيشوف هذوك الناس فرحانين في الباك اللي نجحوا مع في القاسم باغا جول شي اكتئاب حاد. المهم اصدقاء نتمنى لهم النجاح التوفيق ان شاء الله. تعلمت اللي عندي في لاشين ديروا عقل لكم في قرايه شويه وهذا اللي كاين اصدقاء تشاو ميغو نتلقاو شي فيديو جديد دوزو انستغرام ليتس جو رغم رايد الصاد ليتهم رايد بالله مش تسولوش فيه في يوتيوب اصدقاء ديال انستغرام مش يسولو فيه ما رجوله ما والو هات والله ما رجوله بالله.